كان من أهم سمات حرب أكتوبر استخدام فكرة الخداع الاستراتيجي التي مكنت القوات المسلحة من تنفيذ قرار الرئيس الراحل أنور السادات بإعلان الحرب، إذ كان لها دور في إرباك العدو عاما تلو الآخر. ونجحت مصر في تصدير فكرة عدم إقدامها على الدخول في الحرب، فكان الخداع سلاحا جنبا إلى جنب مع الجنود والمدافع والدبابات، حتى حققت مصر هدفها في استرداد كل شبر من أراضيها المحتلة. لم تكن مجرد حرب أسلحة وقدرات عسكرية، بل كانت ملحمة في الفكر والتخطيط والتنفيذ، حولتها من مجرد حرب إلى رواية في فنون التكتيك والخداع. إنها حرب أكتوبر المجيدة التي اتخذت من الخداع الاستراتيجي وعنصر المفاجأة سلاحاً ودرعاً، بل وجسراً للعبور إلى النصر في وقت قياسي. فبينما لم تستغرق معركة العزة والكرامة إلا ساعات للعبور وأياماً لإحكام قبضة النصر، استغرق التخطيط سنوات سابقة ليس للإعداد اللوجستي فحسب، بل للخداع الاستراتيجي أيضاً. ولم تقتصر المفاجأة على موعد الهجوم في يوم عيد الغفران لليهود أو في الساعة 2:05 ظهر ذلك اليوم، بل شملت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على سرية الاستعدادات والتحركات. فعلى صعيد القدرات المالية واللوجستية، حرصت القيادة السياسية على التظاهر بضعف مصر اقتصادياً وعدم قدرتها وجاهزيتها للهجوم، وعلى الصعيد العسكري حرصت على أن تروج في وسائل الإعلام المحلية والدولية استحالة قدرة مصر على عبور القناة لشدة التحصينات العسكرية للعدو. أما الخداع السياسي فقد تجلى في تصدير مبدأ قبول حالة لا سلم ولا حرب، والإعلان عن عام الحسم عاماً بعد عام، وعمليات عسكرية موسعة أكثر من مرة دون تنفيذ ما أعلن عنه، إلى جانب قيام الرئيس الراحل أنور السادات بتصدير صورة للعالم بأن مصر تسير في طريق آخر غير الحرب وتنشد الحلول السلمية فقط. فمن القوات المسلحة للإعلام والخارجية مروراً بجميع مؤسسات الدولة، أحكمت القيادة السياسية سيطرتها على كل ما يتلقاه العدو من معلومات بمختلف الطرق حتى من خارج البلاد، واستطاعت إبراز التظاهر بعدم جاهزية مصر لخوض أي حرب حتى اللحظة الأخيرة. أكثر من 65 بنداً خداعياً وإجراءات تمويهية بحسب وثائق الحرب اتخذتها القيادة السياسية، وكانت جميعها تهدف لأن يظل العدو ساكناً في مواجهة تحركات جيش يستعد لاسترداد أرضه مهما بلغ الثمن.